بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. دائما ننبه على المشاكل اللي يصير عندنا بلف المطارات. اكو قسم من المطارات تجيك الحجم مالها مكتوب عليه حجم اكبر من المواصفات الداخلية، فهنا يجي دور المصلح، وخصوصا اذا كان مستجد. الشلون راح يميز بانه هذا المطار اللف مالته خطأ، وكان السبب الرئيسي للحرق هو خطأ اللف من الشركة؟ لأنه أكو شركات بصراحة غير رصينة، شركات تجارية المواطن ما يعرف بيها، وأحيانا قسم من المصلحين يخطئون بإعادة لفة بنفس البيانات القديمة. فأنت لازم كمصلح يصير عندك خبرة بهاي الشيء. أغلب الأخطاء اللي دا تصير هو بالمطارات الثلاثة أربع حصان، يعني 0.55 كيلو واط، يعني 550 واط. هذا المطار احنا نسميه ثلاثة أرباع الحصان. دائما الشركات تحاول تغشها. يعني طريقة الغش مالته شلون؟ أول شيء تنتبه على المكثف مالته. المكثف مالته بصراحة دائما يغشونه، لأنه المكثف ما تقدر الشركة تتلاعب به. يعني إذا كان اللف مالته، يعني هسه هذا المطار مثلا، هذا مطار أصلي مضبوط، إذا كان اللف مالته مضبوط بقياسه الصحيح ما يقدر يغش المكثف. يعني على فرضية بأنه هذا المطار المكثف مالته 12 ما يقدر يخلي له 8 أو ما يقدر يخلي 10. ليش؟ لأنه يتلف المطار، يعني ما يشتغل بصورة صحيحة. ولهذا تلقى المكثف نفس البيانات الحقيقية. شلون دي يتلاعبون هم؟ أول شيء يسوي لك الحجم مالته، حجم الصحيحي مشابه للحجم المطارات الأصلية الدارجة بالسوق، فيغشك إما بالحجم أو يغشك باللون. زين عيني. فأنت هنا شو راح تكتشف الحقيقة؟ أول شيء تباوع على الليبل، الليبل اللي موجود هنا يا الكتابة، تقارن بين حجم المكثف، راح تلقاه مكتوب برا 12 او 15. من تجي تفتح القبق مالته او الغطاء راح تلقى لي جوا مكتوب 10 او 8. هذا اول غش. ليش سواها الشكل؟ هو لانه السيم اللي بداخله لفه بقياس انعم، يعني مو مثل قياس الخشن، ولهذا لازم يخلي له المكثف الحقيقي اللي تكون بالداخل. الشغله الاخرى كاتب لك ثيرمال بروتكت، يعني بحماية حرارية. هذا الحماية الحرارية ده شوفوها، بحماية حرارية. من تفتح الماطور شوف ما بي أي حماية حرارية. لاحظ شلون محروق الماطور هذا. فإذا هاي دلالات خلينا نقول خارجية تكتشف بيها بأنه الماطور هذا مخشوش. أول شيء قياس المكثف. الشغلة الثانية مكتوب ثيرمال بروتكت، تباوع بالملف ما بي، فإذا هذا مكشوش 100%. هسه نجي هذا بالنسبة للمواطن، يعني إذا أريد يتحقق من هذا الشيء. لاحظ هذا الثيرمال بروتكت. الشغلة الأخرى بالنسبة للمصلحين وخصوصا الجدد، تشوف بأنه الماطورات اللي هي قياسها 3 أرباع الحصان دائما السلك مالته دائما الحقيقي، يعني قياس الحقيقي إما 25 يعني 0.50 يعني 5 ديزيم، أو 0.55 يعني 5.5 ديزيم. يعني إما 25 عندنا بالعراق يستخدمونه، أو قياس 24. هذا بالنسبة للرئيسي. بالنسبة للستارت يكون الستارت مالته 0.40 يعني 4 ديزيم، يعني قياس 27. فإذا ما يقدر المنتج الحقيقي يتجاوز هاي العتبة، خلينا نقول عليها. زين عيني. فإذا قياس الحقيقي لازم يكون 25 أو 24 بالنسبة للرنينج، وقياس 27 بالنسبة للستارت. كل ما صعد عندك الرنينج يصعد وياه الستارت ويصعد وياه المكثف. ولهذا نشوف الماطورات الثلاثة أرباع حصان قسم مستخدمين مكثف 15، هذا لافينه إما قياس 24 أو احتمال أحيانا يلفونه 23 حسب حجم الاستيتر، حسب الشركة المصنعة. ولهذا يصعد ويا الستارت من 27 إلى قياس 26، يعني 0.45 يعني 4.5 ديزيم. يعني هاي لازم تنتبه لها.
نجي على الماطور هذا المغشوش اللي قصيناه بصراحة ما قدرنا ما لحقنا نصوره، بس خل اشوفكم هذا. هذا شلاف فينا بصراحة، يعني اللف ماله كارثة بصراحة. الماطور طبعا انا صورت لكم فيديو التشغيل مالته، عدنا اللف مالته قياسات اللي قلت لكم اياها 25 و27 واشتغل والحمد لله. لافينا بصراحة الرننج مالته قياس 27، يعني هو اللي هو نفس قياسات الستارت، ولافينا الستارت قياس 29 تلاحظون. وحتى لافينا هم ثلاث مجموعات بثلاث مجموعات، تشوفونها ثلاثة بثلاثة، يعني لافينا ثلاثي مختصرين بالمجموعات ومختصرين بقياس السلك. زين عيني، المفروض هو يلف اذا على البيانات القانون اللي عندنا يلف قياس 0.25 0.50 العفو قياس 25 العدد مالته 62. احنا بالفيديو اللي راح يطلع لكم لفيناه قياس 25 لكنه العدد طيناه 70 واشتغل الامبير ماله الصور 7 بالعشرة حسب ما اتذكر بالفيديو راح يطلع لكم. والماطور راح والحمد لله صار له تقريبا 4 ايام يشتغل ما بي اي مشكله. اللي اريد اقوله لا دائما تلتزم بلف الشركه، دائما خلي الشكوك، وخصوصا اذا جاك الماطور نظيف جدا، يعني كلش نظيف مبين، وحقق ويا الزبون راح يقول لك صار له اسبوع من اشتريته، صار له اسبوعين من اشتريته. فيا اخوان لا تلتزم دائما بلف الشركه، خلي تكون عندك نوع من الفراسه، تحقق من الماطور، تحقق من قياساته. كل ماطور له سلك معين، الماطور نص حصان وإلى مكثف ايضا معين. الماطور هاي سجلها يمك اذا احد ما منتبه لهاي المعلومه، الماطورات النص حصان 90% من عندها 90%، اكو ماطورات اكبر من هذا القياس حسب الشركات. الماطورات النص حصان اما 0.40 او 0.45، المكثف ماله اما 8 او 10. اذا شفت المكثف ماله 6 مايكروفاراد فلا تلف هذا الماطور، نصيحه راح تلقاه المجرى مالته طوله 3 ولافينه قياس ناعم وما بي اي عزم وما بي اي قوه، واحتمال 2.5 سنتيم. فنصيحه المكثف الماطوره 6 لا تلفه ابدا راح يخجلك. زين، نجي على الماطورات الثلاث ارباع حصان، السلك مالته دائما 25 الى 24، يعني 25 او 24. المكثف مالته اما 12 او 15. زين عيني، فريد ننبه لهذا الشيء. الماطور الحصان راح يكون السلك مالته اما 24 او 23، ايضا حسب لف الشركه واحتمال 22.5. المكثف مالته راح يكون اما 18 او 20، يصعد المكثف ويا صعود الجيت او القياس بالنسبه للسلك سواء الستارت او الرن. اذا صعد الستارت يصعد الرن، واذا نزل الرن ينزل الستارت، نفس الشيء اكو تناسب بيناتها. احنا دائما نخلي قياسين الرننج على الستارت، قياسين اقل، يعني الستارت اقل بقياسين من الرننج. حبيت اوضح هاي المعلومه بصراحه لانه كلش مهمه. تحياتي لكم وشكرا لكم.